travaillait ici. Il y a une femme qui est venue de je ne sais plus où, 400 ou 500 km de Nimlel, qui a laissé sa famille et qui travaille ici. 新冠大流行期间，与摩洛哥政府签署了投资协议。公司已完成了40%的投资，并拥有了150名直接且稳定的员工。اليوم حنا كان نشنو المشروع ديال أوميغا تكسي الماروك، هو مشروع مختص في صناعة الجوارب النسيج. هو مشروع اللي هو يعني كيبدا من 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 الإنتاج ديال الثوب حتى المنتوج النهائي. هذا المشروع كيهدف انه المنتوج ديالو يكون في الصعيد الوطني وحتى الاكسبور، حتى التصدير لاوروبا والامريكا وحتى لافريقيا. غيكون 60% اللي غيكون في يعني في نهايه المشروع غيكون في 60% ديال المنتوج غيتصدر لهذا. يعني هذا واحد المشروع عنده واحد الابعاد وعنده واحد الرمزيه، لان كنا كنشوفوا شحال هذه بان صناعه النسيج كان هو اللي كانت كتكون في الصين. الان في الصناعه الصينيه جات كدير الاستثمار ديالها في المغرب، يعني كالتنافسيه ديال قطاع النسيج المغربي ولا بلاتفورم ماروك انها كبلاتفورم كومبيتيتيف، يعني تنافسيه على الصعيد العالمي. التخطيط العامله يعني دابا شفتوا هنا، يعني شفتوا دابا اليوم وانه كاينين شبان اللي هما كيشتغلوا هذا، يعني كاينين ناس من عده مناطق في المغرب. فقطاع النسيج عنده واحد الخاصيه، وانه كيشغل واحد الشغيله اللي هي ما تقدر ما تشتغلش في قطاعات اخرى. فالشغيله مهمه خاصها نلقاو ليها العمل ديالها، والحمد لله بحال هاد المشاريع نقدروا نخلقوا فرص شغل للشباب باش يشتغلوا في قطاع النسيج. Thank you.